الحقيقه برضو رغم كل التطور اللي حصل ورغم الفور جنريشن طبعا ماتش مور افيشنت اللي هو بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده الفور جنريشن، الا ان برضو علشان اصور فوليوم، لو انا عايز اصور فوليوم للبيشنت دوت، يعني عايز اصور مثلا فرضا اصور الصدر كله من اول مثلا الرقبه مثلا لغايه البطن مثلا، اوكي عندي عدد كبير من الصور عايز اخدها. النقطه ان في الفور جنريشن سي تي بحتاج ان انا اصور صوره وبعد كده احرك التيو، احرك التيبل لبوزيشن تاني اخد صوره تانيه، واحرك التيبل لمكان تاني واخد صوره تالته وهكذا عشان اخد الفوليوم كله. المشكله في الحركه اللي بالشكل ده كده، كون ان انا محتاج ان انا ابتدي الحركه وبعد كده اتوقف واتاكد ان انا توقفت تماما قبل ما اخد الاكسبوجر، الكلام ده الحقيقه بيأخر في الاكوزيشن تايم، بيخلي الاكوزيشن تايم بتاعي اطول. الحقيقه الحاجه اللي خلت السي تي يبقى موجود النهارده بالشكل اللي هو موجود بيه دلوقتي والتطور بتاع التطبيقات بتاعته، هو حاجه بنسميها الهيليكال او السبايرال سي تي. السبايرال سي تي فكرته الاساسيه ان احنا بدل ما ناخد اكسبوجر وبعد كده نحرك التيبل عند بوزيشن تاني وناخد اكسبوجر تاني، لا التيوب بتتحرك طول الوقت بتعمل اكسبوجر طول الوقت والتيبل بتتحرك للداخل طول الوقت. لو احنا بصينا لها كده ايه اللي بيحصل فعليا، هنلاقي ان احنا براكتيكالي الحاجه اللي احنا بنعملها اكوزيشن مش عباره عن سيركلز، لا بنعمل حاجه عباره عن سبايرال، بنأكواير سبايرال من الاكوزيشنز. يعني بمعنى ان احنا دلوقتي بنعمل اكسبوجر، بعد كده لما نيجي نعمل اكسبوجر تاني مش هناخده في نفس البلين هو، لا هناخده في البلين اللي بعده هيبقى عند نقطه تانيه وهكذا، زي ما احنا بنبص هنا كده. يعني هنا باخد اكسبوجر في نقطه وبعد كده باخد اكسبوجر في نقطه تانيه وهكذا، يعني كل واحده من النقط بتبقى في مكان مختلف في بلين مختلف. الفكره الاساسيه بقى ان احنا بعد ما نعمل اكوزيشن للهيليكس او السبايرال اللي هو بالشكل ده كده، ازاي ان انا اكون الصور؟ ازاي ان انا عند المكان ده مثلا عند زي بتساوي كذا، او عند اللي هي المسافه اللي هي كذا في السبجكت، عايزه ريكونستراكت الصوره بتاعت المكان ده بالذات، مش عايزه ريكونستراكت بقيه الصور الثانيه، اعمل ايه؟ الحقيقه الفكره بتاعتها طلعت انها فكره بسيطه جدا، ان هو بيجي من خلال النقط اللي موجوده عندي هنا دي كده، انا بحدد البلين اللي انا عايز اخده، البلين اللي انا عايز اخده في النص هنا كده. وابتدي بعد كده اكون سيركل من البروجكشنز عباره عن انتربوليشن بتوين النقط اللي موجوده هنا دي. يعني فرضا انا دلوقتي عاوز، انا عندي النقطه دي موجوده وعندي النقطه دي موجوده، وعايز اجيب النقطه اللي انا عايز ان انا اعملها استيميشن دي، يعني النقطه اللي هي بتمثل لي البلين اللي في النص دوت. اقدر بمنتهى البساطه بطريقه اسمها الانتربوليشن، وابسط طريقه فيها هي لينير انتربوليشن، اللي هو بياخد بيسك الافرج بتاع الاثنين دول، لو هي في النص بالظبط بياخد الافرج، لو هي مش في النص بناخد ويتد افرج بحيث انها تبقى اقرب للنقطه اللي هي مسافتها عنها تبقى اصغر، وبالتالي نقدر نكون السلايسز او نقدر نكون الداتا بتاعت اي سلايس احنا عايزينها. والحقيقه اكشولي ما هيش بس كده، احنا نقدر نكون صوره في اي مكان في الفوليوم كله، ونقدر نعمل الصوره دي باي انجل كمان. فبالتالي خلتنا نقدر ان احنا نعمل مانيبيوليشن للفوليوم زي ما احنا عايزين. الحقيقه الهيليكال او السبايرال سي تي مش بس حسن في الاكوزيشن تايم نتيجه ان احنا الحركه كلها مستمره، فما فيش دلوقتي الجزء بتاع التوقف عن الحركه والاحتياج ان احنا نتاكد ان احنا توقفنا تماما، لان طبعا الحركه عشان حاجه بتتحرك بوزن كبير كده تتوقف تماما بتاخد وقت. هنا احنا متاكدين ان هي بتتحرك بطريقه سرعه ثابته، والسرعه الثابته دي الحقيقه بتبقى كونتينيوس وما بيبقاش فيها اي توقف خالص، وبالتالي بالنسبه للتيبل وبالنسبه للاكس راي تيوب بيبقى الحركه مستمره، وبالتالي الاكوزيشن بتاع الداتا بيبقى اسرع ما يمكن. وبالتالي في الحاله بتاعتنا بتاعت الهيليكال سي تي، الحقيقه نقدر ناكواير ريل تايم ايمجنج، يعني نقدر ناكواير الداتا، يعني نقدر نصور بيها مثلا حركه القلب، وحركه القلب سريعه جدا، ونقدر نصورها الحقيقه بالطريقه دي بمنتهى البساطه من غير ما يكون عندنا اي مشكله خالص. ويعني خلت الاكوزيشن تايم اسرع بكتير جدا، وبالتالي بقى في ابلكيشنز كتيره ما كانش السي تي يقدر يعملها قبل كده ابتدت تبقى موجوده وابتدت تبقى منتشره جدا، وخلت السي تي يبقى موجود بالشكل القوي اللي احنا شايفينه النهارده.